معلش انا متاسف، انا مش فاكر حضرتك. الحمد لله على السلامه يا استاذ عبد الله. انا امين زايد، في مخرج برضو ينسى المنتج بتاعه، فيلم ساعه صفر. ها انا اسف يا جماعه، انا مش فاكر حاجه خالص. طب فاكر لما كنت بتعلمني ازاي امثل؟ ولا لما خليتني اقف قدام كاميرا؟ طب لو ناسي بقى كل ده اكيد فاكر سفريه مرسى علم اللي صورنا فيها الفيلم اللي بطله وليد الدغيدي. افتكر بقى مخرجنا ده، احنا عايزين نحضر لشغل كتير. انا مش فاكر حاجه، مش فاكر حاجه، مش فاكر حاجه خالص. انا مش فاكر حاجه. انا اسفه يا جماعه، بعد اذنكم. اتفضل. واضح ان احنا تصرفنا غلط يا جماعه. احنا سالنا الاسئله كلها مره واحده، أكيد حس مشكلته وصابت على نفسه. إيه يا عبد الله؟ ليه كل العصبية دي؟ أنا مش عايز أتكلم مع حد، مش عايز أشوف حد، مش عايز حد يفكرني بحاجة. بطلوا تعاملوني بقى على إني إنسان مختل وما عندوش عقل في راسه. إيه ده؟ أنا عايز أروح بيتي، عايز أروح بيتي أخد مراتي وبنتي في حضني. اهدى اهدى، كل حاجة هتبقى كويسة بعد كده. اهدى يا عبد الله، اهدى. حاضر. غالية أرجوك يا غالية، عايز أروح بيتنا، عايز أروح بيتنا وتبقوا معايا، أرجوك. حاضر يا عبد الله، حاضر يا عبد الله، حاضر حاضر حاضر.